هؤلاء الصائمون المرابطون على الجبهة للدفاع عن المدنيين ومنع قوات النظام السوري من اقتحام المدن لم يثنيهم حر الصيف ولا الجوع من القيام بواجبهم تجاه أبناء بلدهم. في مدينة نوى على جبهة حرفوش الشرقية لمنع محاولة تقدم الجيش ودخولهم إلى منازل المدنيين العزل. مهام جيش الحر في الجبهة الجنوبية لا تتوقف عند القتال فحسب، بل يعملون أيضا على توفير الاحتياجات الإنسانية للسكان، حيث يقومون بتهريب المواد الإغاثية للمناطق المحاصرة وتوزيع المساعدات والوجبات الغذائية مع حلول شهر رمضان الفضيل، على تلك المساعدات تسد رمق أهالي دمرت قراهم آلة الموت العسكرية. ولم يكتفي الجيش الحر بذلك، بل أنه ومع ازدياد قبضة النظام على الحواجز توجه إلى الزراعة في تلك المناطق المحاصرة من أجل سد احتياجات السكان من خضار وفاكهة. الحمد لله رب العالمين، هذا احنا المجاهدين زارعين، وفي أكثر مدنية زارعين بين البيوت حاسبين حساب الحصار هذا برمضان، وما فيش داعي نفتح الحواجز، ما فتحها هو وقلته واحد. وفي ظل تعمد طيران الأسد الحربي على استهداف البنى التحتية بالبراميل المتفجرة، يتعاون الجيش الحر مع البلديات المحلية للقيام بإصلاح شبكات مياه الشرب والكهرباء وتأمين المواد اللازمة لهذه الأعمال في ظل نقص كبير للمستلزمات الأساسية. رغبة النظام السوري في محو المساجد واستهدافه لها منذ بداية الثورة السورية حثت عناصر الجيش الحر على ترميم تلك المساجد وإزالة الركام لإعادة ارتياد المصلين لها. لواء الفلوجة نقوم بتنظيف الجامع، جامع بيت الله والمساجد الذي قصفها بشار المجرم ونظامه، ونطالب من الشيوخ والعلماء أن يقتل لنا. هل صلاة التراويح محرمة علينا في مساجدنا؟ ورغم ارتكاب نظام الأسد لأبشع أنواع الجرائم، ما زال عناصر الجيش الحر بمبادئهم وقيمهم الأخلاقية يقدمون أفضل طرق المعاملة تجاه أسرى النظام واعتبارهم أسرى حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، في رسالة واضحة للمجتمع الدولي عن الفرق الشاسع بين جرائم نظام الأسد بحق السوريين وإنسانية الجيش الحر ضد عدوه. الهيئة السورية للإعلام.